قلنا قبل كده إن زكريا بطرس ما هو إلا مقلد لعقيدته وقدوته، القدوة عنده هو الكتاب المقدس وتعاليمه. تعال نشوف التعاليم اللي بتعلم زكريا بطرس الدين. بيقول ايه في يوحنا 12 6، قال هذا يهوذا، قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء. قال كان ممكن ناخد بتاع الطيب ده ونبيعه ونجيب بثمنه فلوس نديها للفقراء. طب جدع حبيبي، الفقراء. ده الكتاب بيقول ليس لانه كان يبالي بالفقراء، بل لانه كان ايه؟ سارقا، وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. حرامي. على تلميذ من تلاميذ المسيح قبل ما ينكشف. ايوه الحق حق. وقف لي وقف لي لحظه لحظه لحظه. تلاميذ المسيح مالهم؟ ما هو مش انا اللي قلت، مش انا اللي قلت، هو زكريا هيجيب منين العار وعقيمته كلها عار وشنار؟ تلاميذ الرب بتاعه ايه؟ ايه؟ اكتبوا لي كده في التعليقات حرامي دي انا اللي قلت ولا هو اللي قال ان تلاميذ ربه حرامي؟ اهو حراميه، انا اللي قلت حراميه؟ لا، وانا هجيب لك ان رب زيكو نفسه حرامي. حرامي اتنين اتنين، حرامي حمير، حرامي غسيل. ايوه اتنين، حرامي غسيل. حلو ان انتوا كاتبين، انا عايزكم كده صح صحصحين معايا كده، فايقين كده، حرامي غسيل وحرامي حمير، وهجيب بالدليل. طيب بعدين ركز. وصف. ايوه، وكان يحمل ما يلقى فيه. حرامي. على تلميذ من تلاميذ المسيح قبل ما ينكشف. ايوه حرامي. الحق حق. حرامي. طيب بعدين وصف السيد المسيح بقى لمن لا يقبله بانه قتله. قتل. كلمه كبيره قوي يا بني. طب المسيح قالها متى 23 ايه 37، يا اورشليم يا اورشليم مالها يا قاتله، قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادي كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريدوا. قاتلة راجمة. بيعمل هو، مش أنا مش عارف والله هو بيعمل، بيحزق ليه؟ زكريا بيحزق ليه؟ ما تقول يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين بس خلاص. أنت بتحزق ليه؟ أنت بتحزق ليه؟ هو يعني هو زكريا شكله فاكر إن هو كل ما يحزق قوي، يعني هو فاكر كده يحزق قوي يقنع الناس اكتر، يعني كل ما يحزق يقنع اكتر. بيحزق والله ما عارف بيحزق ليه، هو بيحزق ليه؟ خبر ابيض. انا والله كان نفسي على فكره شكل الـ شكل الـ اسمه ايه، المنتج ولا المصور، المخرج، المخرج شكله شاف تعابير وش زكريا بطرس ما ينفعش، كان بيتناول من تحت، شكله بيتناول من تحت فعلا. انا حاسس يعني ان المخرج شاف تعابير وش زكريا ما تنفعش ساعه النص، فبقى يخفي وش زكريا بطرس ساعه النص عشان الحزق بتاعه ما يظهرش قوي في الكاميرا. ايوه والله، بصوا يا اخويا الكريم اسمعوا كده الحزق ده، انا مش عارف ايه علاقته. يا قاتله، قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريد. قاتلة راجمة. ده كلام كبير أوي يا بون، هو ده كلام المسيح حبيبي، كلام المسيح. أنت بتحزق ليه؟ في أعمال 7 آية 52 يقول إيه؟ أي الأنبياء لم يضطهدوا آباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن سنتم مسلميه، وبيكلم الناس يقول لهم إيه؟ صرتم مسلميه وقاتلي. يا عم كلم الناس باللطف، اسمع يا عم كلم الناس بالناعمات عشان تكسبهم، ده أنت بتوعص. بيتكلم على الرب بتاعه، عايز تربح، بيتكلم على الرب بتاعه،
نفوس تولد. بيقول له يا عم، يا عم كلم الناس بالناعمات عشان تكسبهم، ده انت بتوعظ وعايز تربح النفوس، تقول انتم قاتلين. يا نهارك ابيض، انت بتعرف توعظ يا بولس؟ بطرس؟ لا لا بطرس الرسول. انت بتعرف توعظ يا ابني؟ اللي بيوعظ ما يقولش كلام صعب. بطرس صخرة الكنيسة، من أكبر رسل المسيحية. زكريا بطرس بيقول له إيه؟ أنت بتعرف توعظ يا ابني؟ أنت يا ابني، إيه يا ابني أنت بتعرف توعظ؟ سؤال بقى، أنت بتعرف توعظ ولا شغلتك إيه؟ ما تقرفناش معاك بقى يا عم بقى. زكريا بيقول له كده. أنت بتعرف توعظ ولا هتقرفنا معاك؟ لو هتقرفنا خد هدومك وامشي وروح العب في أي حتة. بيكلم رسول من أعظم رسل المسيح، من أعظم رسل دينه، بهذا الاسلوب المتدني، بيقول له يا ابني انت بتعرف طوع. والله يا اخوة انا لو عايز اجيب لكم، بس بطرس ده عايز اجيب لكم ترجمته، ترجمته حاجة جامدة جدا. ده يسوع قال لهم فيه: انت بطرس، انت صخرتي، وعلى صخرتي ابني كنيستي، عليك ابني كنيستي. بيسموه صخرة الكنيسة. اسمع زيكو، اسمع اسمع اسمع، انا لو انا اللي قلت الكلمه دي هيهاجبني المنصرين. اكلم الناس بالناعمات عشان تكسبهم، ده انت بتوعظ وعايز تربح النفوس، تقول انتم قاتلين. يا نهارك ابيض، انت بتعرف توعظ يا بولس؟ بطرس ده كان بطرس الرسول. انت بتعرف توعظ يا ابني؟ بيقول له انت بتعرف توعظ يا ابني؟ يا ابني انت بتعرف توعظ ولا هتقرفنا معاك؟ مشكلة والله، مشكلة. اللي بيوعظ ما يقولش كلام صعب أو كده، بيقول كلام لطيف يعني مش معقول. يا عم الحق حق، ها 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 ها. على فكرة زيكو قلبت معاه، قلبت معاه ها ها ها. اسمع كده وبص على تعابير وشه، بيقول كلام لطيف يعني مش معقول. ها ها، يا عم الحق حق. اللي بعدها ها ها، ها ها يا جماعة. ومن أدلة صدق عقيمة زكريا بزرط، ها 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 شي شي. والله مسخرة، مسخرة الله العظيم. زكريا بزرط مسخرة. تخيل انت يا حلو انت وهي، لو لم يأتي زكريا، حلوة حلوة، لو لم يأتي زكريا ما كنا الآن نضحك على هذا الهفية. وحاحا حاحا، أيوة قول حاحا، فاكرين حاحا؟ حاحا أدي زكريا بطرس، تخيل بقى أدي زكريا مسخره والله العظيم. ده اللي العيال المنصرين جايين كل شويه تحد يقولوا لي نتحداك ترد على ابونا زكريا. على فكره العيال دي ندموا، ندموا انا ما بداتش سلسله الرد على زكريا بقلص الا بعد ما دخل لي كذا طلبات كتير او يقولوا لي كده رد على ابونا زكريا، رد على ابونا زكريا. انا شكلي كده بقى مش هسميه زكريا بقلص، انا هسميه زكريا حاحا. نسميه زكريا حاحة. قول كده تاني يا زيكو، لطيف يعني. انت بتعرف توعظ يا بولس؟ بطرس انت بتعرف توعظ؟ ده كان بطرس الرسول. عشان دماغنا. انت بتعرف توعظ يا ابني؟ اللي بيوعظ ما يقولش كلام صعب او كده، بيقول كلام لطيف يعني مش معقول. يا عم الحق حق. الجاية بقى حاحة حاحة، ما نغيرش كلام حاحة. طيب بص معايا الحتة دي، متى 23 ايه 31، فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. في وشهم كده يا رب، لما ده يعصرهم يا رب بقى وما يقبلوكش، عشان كده قتلوك بقى وصلبوك. يخرب بيتك يا زيكو، دي كلمتي أنا يا إخوة، دي كلمتي أنا. انهم مثلا انه لو ليه ما قدرش يقاتلهم، وليه ما شالش سيف يقاتلهم، وليه ما قاتلش اليهود و و و فكنت برد دوما بقول ما يقدرش، لانه لو كان اتكلم كانوا قتلوه، ثم اقول بعدها ما هم قتلوه. زكريا بيقول نفس كلمتي بالضبط، كلمتي اللي بقولها من 4 سنين زكريا لسه بيقولها من كام شهر. اسمع يا فندم،
وقال زكريا قال ايه؟ قال باللفظ ايه؟ يا رب. ما قالش يا انسان وما قالش يا ناسوت، لا بيقول يعني كلمهم بالراحه عشان ما يقتلوكش. ما هم قتلوك. في وشهم كده يا رب. طب ما ده يعصرهم يا رب بقى وما يقبلوكش. اه عشان كده قتلوك بقى وصلبوك ملاك. طب وصل يعني من الاخر، من الاخر، من الاخر، لو اول ما هيضايقوه اول ما الرب بتاعهم. شوف عشان تعرف بس الفرق بين اله المسلمين وبين اله، يعني بص اي اي بص اي حد، اي حد هيتغاظ من هذا الاله هيمسكه يضربه ويقتله. خلصت، خلصت خلاص. ادي والله العظيم انا حاسس ان زكريا سارق كلامي، لان التعابير دي والجمل دي انا بقولها من 4 سنين او 5 سنين. الجمله دي كده بقولها كده، نفس ما قال زكريا بطرس دلوقتي من كام شهر، اظن ما عداش شهر كمان، ده اخر فيديو لزيكو من الاخر. اه سيبك انت بس، حاحة قول الحاحة وهي هتمشي معاك بالضبط. في الكتاب المقدس وشهم كده يا رب. طب ما ده يعصرهم يا رب بقى وما يقبلوكش. اه عشان كده قتلوك بقى وصلبوك ملاك. طب وصف الكتاب المقدس للبشر. طيب. الاخوه والاخوات المهتمين بالرد على التنصير ومتابعه فيديوهات العبد لله، لازم تعمل اللي جاي ده، ضروري جدا. اول شيء عشان يوصلك كل جديد لازم تشترك في القناه من هنا، ودي طريقه تفعيل الجرس للكل، لازم تعملها عشان البلاغات شديده جدا على القناه. هنا الاخوه جزاهم الله خير، الناس المتابعه معايا في القناه والصفحه والمساعدين قالوا لي افتح باب دعم الاعلانات في على البيبال وعلى الباتريون، بسبب ان انا بدفع تقريبا في الشهر ممكن $500 اقل او يزيد كل شهر بسبب البلاغات المستميتة على القناة والصفحة، عشان تقفل القناة والصفحة وعشان ما يوصلش الفيديوهات لحد. يعني كان بيوصل فيديوهاتنا ممكن في اليوم الواحد ل30,000، الان بسبب البلاغات قلت جدا وممكن تقفل القناة. فاللي عنده القدرة لدعم اعلانات القناة على البيبال او على الباتريون بيضغط على هذا الرابط من هنا، بيدخله على البيبال، والامر مجاني اصلا. يعني الامر القناة والصفحة متابعتهم مجاني، لكن من عنده القدرة بيرسل من هنا، من عنده القدرة، او بيبحث بالايميل ده. كذلك الباتريون نفس النظام، اللي عنده القدرة للدعم عليه. وكذلك الفيسبوك لازم تعمل الآتي، لازم تعمل متابعة ولازم تعمل تفعيل المفضلة عشان يوصلك كل جديد، وإلا بسبب البلاغات للأسف الشديد مش هيوصلك حاجة. خلاص تعمل المفضلة بالشكل ده. كذلك تويتر، اللي عنده تويتر يتابع عليه لو حابب، وكذلك انستجرام. ولا تنسونا من صالح دعائكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.